قال المتحدث باسم كتيبة 17 من فبراير الدرع السابع التابع لوزارة الدفاع حمد بوغرين أن التحقيقات مع صالح السلطان القذافي الذي تم القبض عليه مؤخرا بمطار بنين الدولي ببنغازي قال إنها بدأت معه يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن صالح القذافي يعد أحد سفاحي سجن أبو سليم وأنه من أكثر الشخصيات التي يعتمد عليها عند القذافي في مسألة إدارة السجون. وأوضح بوغرين في تصريحات خاصة بقناة ليبيا الحرة يوم الخميس أن صالح القذافي كشف عن أسماء خلايا نائمة وأماكن وأن هذه الخلايا والأماكن الآن تحت عيون وسيطرة الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه سيتم القبض عليهم وعرضهم على وسائل الإعلام. وطمأن بوغرين أهالي بنغازي بأن جميع المناطق في المدينة ستكون على أهبة الاستعداد لحماية بنغازي خلال الاحتفالات المقبلة بذكرى الثورة.